أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الرئيس الفرنسي يستقبل الحريري وأسرته في قصر الأليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. الجيش العراقي يتقدم في عمق الصحراء لمطاردة أفراد داعش المتبقين هناك. الأفراح تعم شوارع عاصمة زيمبابوي ابتهاجا بسقوط الرئيس روبرت موغابي المتوقع. البنتاغون 20,000 دعوة تحرش جنسي في صفوف الجيش الأمريكي. وفي أخبارنا المنوعة، قمر اصطناعي من ناسا لبيانات غير مسبوقة عن الأرض قبل أسبوع تقريبا من حدوثها. وفي الصحة، وبحسب دراسة حديثة، اقتناء الكلاب مرتبط بتراجع احتمالات الوفاة بين البشر.